راه تيصوتوا نوت. انا عم نسوق لك، كاين بزاف جزائريين عندهم دي ديبلوم، راهم كبروا مساكن، كبروا 70 سنه مسكينه، يحب يفوتوني بور لالجيري، يفوتوني بور سون بي، ما يقدرش يحبط البلاد، يسيب صعوبات. الصعوبات هاك الشا خونا ها الديريكتور صاب صعوبات، ماشي غير هذا كان دي مي. انا عشت كاع في اوروب، عشت في العالم كاع، عشت رحت لامريكا، رحت نتلاقيت مع بزاف دي جون تونيكا، كي نصرناه نقولوا انت راك لا كريم دو لالجيري، علاه ما تخش عاونا؟ يقول يا اخي دخل دير بروجي، ها واش كاين ها واش كاين، كاع يهضروا لا ميم شوز. دوك حنا بغينا اليوم لازم نحلوا المشكل تاعنا بيناتنا، حنا في حنا نحلوه باللغه تاعنا، نحلوه امياب صح محمد صح. يا سيدي بالعقل، يا هذا هو، اسمح لي هذا هو الغرض. اسمع يا اخي، انجرح الدوزه تاعي خدموها لي دو فام دو ميناج كونسيرج، درت الزبل حشك، مرت شهيد تضرب شنشاف، انا نخرج لي بوبان عاد حق هذا استقلال يا اخي. انجرح هذا استقلال، سبحان الله. شوف لو يديروا حتى العشره تاع الشهداء في الزبل حشكم، حرام حرام. خلاص محمد صحيت صح معنا صحيت صح صحيت صح. تك صحة خلاص خلاص. ماكم صحة يا أخي، ما تحلمش. شوف يا الجرح تاعي قوي، جرحنا وكان ما جاش الجرح تاعي كي جرحنا، ما نحنا نسمعوا لك ونحاول نجبروه حل. درك إذا تحب تساعدنا ونساعدوك ونعاونوا بعضنا، الله 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 يخليك. نا نبداو ناوش عليه ما أنا شوف الله يخليك. حنا نحاولوا نعالجوا الشيء اللي نقدروا عليه، وإذا تساعدنا يا أخي مرحبا. يعطيك الصحة يا أخي. بالنسبة للجالية هنا الشيء اللي نقدروا عليه هنا مرحبا بك. يعطيك الصحة يا أخي. كاين أمور أخرى، كاين مشاكل أخرى، دات عندها طابع واحد آخر. طيب هذا خليها من جهة، ولكن الشيء اللي نقدروا عليه، أنتم راكم بلاد البراغماتيكية، خلينا نكونوا براغماتيكيين. ما جينا نوعدوكم، ما جينا نعطيك نمشيو في رسالة ديماغوجية، رانا متجنبين الطريقة هذه، طريقة العمل متجنبينها. لا يا خدي، راه أنت راك مجروح ونحن مسحسين بالجروح تاعك، عاوننا يا سيدي عاوننا، الله يخليك. رانا بين مجروح وزايد مجروح سيدي، في لا ماشي كنت زايد مجروح، زايد مجروح وتربيت مجروح ومازالني مجروح وبغيت نتفتح. المشكلة هنا يا سيدي، يا سيدي رانا هنا يا اخي على قدر الامكان، رانا هنا باش نداويو الجرح، داويو الجرح. اذا فيه جرح هنا داخل الجاليه، رانا هنا باش نداويو الجرح على حسب الامكانيات تاعنا. ماذا بك؟ الله يخليك. ماذا بك تساعدنا؟ تحب نزيدو نديرو جلسه مع بعض؟ نديرو جلسه مع بعض. يعطيك الصحه يا سيدي، يعطيك الصحه. هنا حتى نهار الاثنين اروح لينا، زيدو نتلاقاو، زيدو نجلسو مع بعض. وهذه الدعوه هذه موجهه لي كل موجهه للاخوان الاخرين، مرحبا بهم. رانا هنا حتى نهار الاثنين. اذا الاقتراح نتاعك هو الاقتراح نتاعنا، مثلا سيدي قال الحراده راهم في القهوه طايشين الى اخره، ما على بالكمش بها صحيح. لا، انا قلت اولا الاخوان هادو متخوفين يجيو، علاه؟ لاخاطرش هو في بالهم كما كان هو يتاسف على الملاحظه تاعي، في بالهم عنصريه شرطه. الشرطه يعني لو كان يجي يدخل القنصليه نبيعوه للجزائر ويدخلوه، هذا العكس. راه التفكير هذا راهو العكس. اي واحد راه هو من طايش ولا راهو في حاله، بما ان راكم عارفينهم كما تفضلوا يا اخي، زوج ولا ثلاثه منكم مادام راكم تعرفوهم، اتصال مع القنصليه كما تفضلتم، سجلوهم مجهولين. الله يخليك، كيف تساعد واحد وانت ما علمش حتى وين راهو، وهو احيانا رافض اي اتصال لان في بالو راهو شاك يديروا له مشاكل. بالعكس، هذاك الاخ اللي مثلا الشاب تاع هولندا، بالضبط. بالضبط، احنا شوف، باش تكون في بالك، احنا فيه تعليمه عامه السفارات والقنصليات، حالات مثل تاعك، حتى احيانا غوش لما عنده حظ باه يحسن الوضعيه تاعو الاداريه بالنسبه للبلد المضيف، احنا
نعطيه الجواز سفر لمدة عام فيصفي الوضعية انتهى. حاجة مليحة هذه، حاجة مليحة بشرط. هذه حاجة مليحة. هذه أي خارجة قانون، ولكن هذه التسهيلة احنا ندوها للناس غير مهنة، اللي راهم يعانيو قال لي يا أخي الجيطة طيب.